ما قلت لي انو شهر صار؟ شهر؟ شهر شو؟ ما فهمت. انو شهر صار بالحمل؟ انو حمل؟ ما بفهم. حضرتك مضي لي اياها مثل حوامل هون. لا شكله فاي وراي وجاي يتفشفش فيني بس. من الاخير بركتك هيك ما تخيطها مشتي منو بالي مروح عليك طول، يعني بالك بيك عم تحفظ ولا عم تعمل شي مفيد. طول ما على هاللابتوب. لا حول ولا قوة الا بالله. قوم بسرعة، اعمل لك شي شغلة مفيدة. شو بدي اعمل يعني مثلا؟ ايش هالشغلة المفيدة اللي لازم اعملها انا؟ اقترح علي. ايش بدك تعمل؟ ها؟ ليكو هذا الدوي خربان، قوم بدنا نصلحه انا وانت يلا. وشلون بدك تصل السقف برا؟ سلم وما عندنا. على اساس هي حجة مو؟ انزين عنده تحسينها تحت قول له اعطيني السلم، صار له شهر نايم عليه، على اساس يرجع لي اياه بسرعة. خلينا نصلح هذا الدوي عبر لانه يلا قوم. يلا حاضر يلا فورا. شيل عنا يا عبدك. وينك يا بطيخ؟ نعم امي. انت وبعدين معك؟ بدك تقضي طول النهار هيك مثل الحوامل على اللابتوب؟ ليك قلت اليوم ايش قصتكم مع الحوامل؟ بس فهموني. ايه اسكت. قوم انزل على الماركه بسرعه، جيب لي شوار رز، شوار عدس، شوار برغل، 15 علبه سمنه، 15 علبه زيت، 15 كيلو بصل، 20 كيلو ثوم. ايه حوج. ليش امي قامت الحرب يعني؟ ليش كل هاد؟ ايش شو ليش؟ غمض فتح بالطاير رمضان صار على البواب وكل شيء بيغلى، بدي الحق امون من هلا. ايه بس لحظه، بالنسبه للغلط ذكرتيهم كلياتهم هلا هدول، مين بده يجيبهم معي؟ لحالي بدي اجيبهم؟ طبعا لحالك، انت رجال ولا شو؟ لا انت ما بدك رجال، بدك سوبرمان على طلباتك. انت لسه هون؟ ما نزلت جبت السلم لسه عم استنى. انت كنت عم تحكي عن جد؟ مين جيت تفشفش فيني؟ هيك لكان. جربت انت قبل هالمرة شيء البطة بالكبل؟ اوه خلاص. لا ولا قوة الا بالله. ما لقيته بس السلم، جبت لك هذا الكرسي، مشي حالك فيه. ليك انا لو مخلف كلب كلب وما مخلفك انت، ما كان احسن الي بدينك؟ هلا انا عم بقارن بيني وبين الكلب، بابا اجيب كلب وخليه يساعدك. شوفوا الحقيقة، تعال هون نجيب معك كرسي بسرعة. يلا جيت. قلت انه كانت تركب، ما كانت تركب. ليش شفت وين كماشة؟ يا بطيخ هات الكماشة. ولك يا زفت هات الكماشة. يلا ليك وينك؟ وين حطيتها؟ امسكوا كل الشيط من تحت، بدي اوصله عشان ما يضربوا ببعض يصير قنطاق. ولك يا زفت. ايش فيها؟ يخرب بيتك، ما كنت سمعاني ايش عم بقول؟ لا سمعانك. يلا فورا يلا. ايه بسرعة بدك تخلصني يلا. خلينا نخلص منه. يلا. هو ايش عم ايش عم بيقول؟ ايه قال لي جيب الكبل بالفيشة. ولك يلا بسرعة صار معه. صباح الخير يا عي. انا عارفين ما في تجديد انه ينحس شي جديد بان ابدا. Thank you.
انه لا على نفس العمل بجن عليك. ها اي ماي مروي كنت عم بشوف ايش في عروضات على البرنامج. انه لا خرب بيته. شو عم بعمل انا؟ لا هيك كثير هيك كثير. شو لنا بدنا نعطل والدنيا شو بين ما نعمل شيء. هلا لو مفتاح السياره معي كنت بتعرف تروح مشوار وين ما بدي. شو بده كمان؟ الو ابو شريك الحق اليوم جيتك بمصلحه راح اكيف عليها. المكتب اللي جنبنا عمل عروضه على السيارات عروضه ما هي طبيعيه منوب على طلبك. على اساس انا مصاري معي جاهزه وما ناقصني غير ادور على سياره يعني. لك اسعارهم معقوله كثير وكله جديد وعندهم تقسيط 5 سنين بس لازم تدفع مبلغ اول دفعه بس. وش قد الدفعه الاولى؟ 50,000 بس. 50 شو؟ وتلحق بسرعة تصرف. رفينا باع عفش البيت كذا وراح اشترى بدون ما يعرف اهله. بيع عفش بيتك وتصرف بسرعة. روح سلام سلام. عفش البيت شلون بدي بيع عفش البيت وهن موجودين هون؟ ابدا انا وابوك رايحين عزي خالك. ما تخفيت شو؟ قولي والله تمالك اعصابك معلش. الله اكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ايش قصدك؟ الحمد لله الحمد لله قصدي الحمد لله انه رايحه على الجنه. رايحه على الجنه الحمد لله يعني ان شاء الله يا رب. اي على الجنه نحن رايحين. يلا الله اكبر ايش حال اجريها؟ انا بدي ضبيت. الو ابو شريك عندك حدا يشتري عشان البيت مني؟ بعتي رقم بسرعه. والفرن والشاشة والطاولات والغراض كلياتهم صاروا بحدود 46,000 ناقصني 4,000 بدبرهم. ابدا هي وصلتي. انا هلا دخلت على البيت. الحق ابو ابدا البيت انسرع. ابو ابدا الصالون فاضي الصالون كله يقع المطبخ فاضي البيت بسرعة يا بتلحق يا بتلحق بسرعة. خير اتصل بدك الحقير وينه؟ الو ورقته وينك؟ عم بكتب عقد سيارتي الجديدة. سيارتك جديدة؟ انت منين جبت حق قريش؟ ركض بسرعة البيت انسرق. لحظة انت اللي فضلت البيت وبعت رح فش. اي ما انا كل ما بقول لكم اعطوني مفتاح السيارة ما بتعطوني اياه. رح اشتريت سيارة وحدة لي. بتعرفهم والله ابوك رح يخنقك. ما عم بشوف وشي منوب. طب احنا بنفتح ممكن نصلح مع بعض. الو 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 سلام 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 سلام. هالحقير مالك غير ابوك. استني شوي استني شوي. الو ايه ابني؟ اي بابا نعم. اسمع انا ما رح اعصب عليك. هلا انا بعرف انه نحن صرنا زمان حارمينك وما عم خليك تطلع بالسيارة وقت ما بدك وتروح مع رفقاتك وتتفتل. وكمان بعرف انه انت بعت شغلات غالية بالبيت كثير، براد غسالة فرن شاشة كله راحوا. بس يلا معلش ما رح اعصب عليك بس ارجع على البيت لانه فراقك هاد ممكن يموتني انا وامك. يعني انت ما رح تعصب؟ لا ليش تعصب؟ ما هو عفش البيت انباع يعني ما عاد يطلع شيء بالايد. عن ما هيك تقدنا معك نقينك السيارة يعني وقفت علينا. والله يعني لو عارف بدك تعمل هيك كنت اخذتك معي. طيب انا عندي فكره. ايش رايك تاخذنا اول فتره للسياره بما انك صرت صاحب سياره يعني. يلا مسافه الطريق بكون عندك انا. يلا مباشره. بتصدق وبتامن بالله انا محتار منين ابلش ضرب فيك؟ خلص بابا انا اسف حقك علي.
على فكرة انت عطيتني الامان وانت دي رجاع على اساس ما راح يصير شيء. فالحالة انت كذاب ومحتال كمان. يا حبيب قلبي كذاب ومحتال كمان. حلال.